هل يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو قبل صلاة العصر؟ نعم، المسلم الذي لا يرتبط بجماعة يصلي إذا أبرد، وأما الذي يرتبط بجماعة فإنه يصلي معهم، ولكن يستحب للجماعة وللإمام أن يبرد بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم.